حنين دلوقتي الام متعوده، لسه كنت بتكلم في الموضوع ده مع دكتور الاطفال امبارح، متعوده ان الام او الاب الصيف والدربكه والخروج والسهر والحاجات دي كلها. تيجي تدخل الولاد المدرسه بتحس ان هم متضايقين، بتحس ان في لخبطه في كل حاجه، ما بتبقاش عارفه تتعامل معاهم. ايه هي الخطوط الاولانيه او ايه هي الحاجات اللي المفروض القوانين الاولانيه نحطها كده واحنا داخلين المدرسه؟ اوكي طبعا الصيف كله اللي هو بقى كله انبساط وكله لعب وكل حاجه، فالاطفال بيفكروا ايه، خلاص الانبساط خلص فهروح بقى اذاكر وهيحصل بقى مشدات والمذاكره مش حلوه، فاكتر حاجه بتديهم امل على دخول المدرسه انا هشوف اصحابي. يعني كل حد يقول لك عايز تعمل ايه في المدرسه، هشوف اصحابي، عايز اروح العب معاهم او هلعب باللعب اللي هناك. يعني دي الافكار اللي تيجي دايما عشان تريح نفس الطفل، نفسه بيريح نفسه يقول هروح اشوف اصحابي. فالفكره كلها احنا عايزين يبقى المدرسه برضو فيها سعاده، يعني ما تبقاش هي نقله ان الصيف سعاده وانبساط وخروج ولعب وكل الحاجات دي، وتيجي بقى وقت المدرسه خلاص الجديه اكن الام او الاب بيختلفوا خالص، بيبقوا شداد بقى عشان يلتزموا بالمواعيد ويعملوا كل حاجه. كل حاجه هتيجي بس باللطافه، وبرده بان احنا نبقى دايما عاملين ان كل حاجه فيها ممكن يكون فيها روح السعاده وروح الانبساط. يعني المذاكره ممكن اكون لو هنظم جدول المذاكره او هنظم جدول للنوم او هعمل اي جداول او هعمل اي زي قوانين نمشي عليها او اتفاقيات، تبقى كل دي من خلال اتفاقيات مع الطفل نفسه. عايز تلعب الاول ولا عايز تذاكر الاول ولا عايز تنام الاول، ولا يعني بروجرام كل طفل، برنامج كل طفل ممكن يكون على حسب احتياج الطفل. فالام عشان تبقى الدنيا يعني ما تبقاش هي داخله على ايام المدرسه الاولى يلا بقى هنعمل النظام فيبقى ابتدي الدخله فيها عنف، لا عايزين الدخله تكون فيها راحه نفسيه، ايه اكتر حد بيحب يعمل ايه وتعالوا نشوف، والاتفاقيات نكتبها ونمضي عليها، والاتفاقيات اللي هي ممضيه عليها وان الطفل هو اللي مطلعها من جواه، هي دي بتكون اكتر حاجه ان هو يحققها الطفل. لو حاجة جاية خارجية من الأم نفسها أو من الأب كنظام بقى وهنمشي على قوانين وكده، الطفل دايما بيحس إنه هو إيه مقهور وخلاص بقى إحنا داخلين في العام الدراسي بقى اللي هو كله قوانين وكله بابا مش عايزني أعمل وماما مش عايزني أتجيب لي، فبيبقوا مخدودين جدا. فدي أول خطة للطفل النقلة دي. أنت تفتكري أو يمكن دي حاجة أنا بحسها، يعني أنا من ضمن الأمهات اللي أنا بقعد معاهم بقول لك يا نهار أبيض ده أنا هبتدي أصحى بدري، ده أنا مش عارفة إيه، فهي نفسها قلقانة فهي بتدي القلق ده لطفلها؟ طبعا طبعا طبعا. هي اهم حاجه ان احنا لو حتى لو عندنا يومين ثلاثه قبل المدرسه قبل ما تدخل المدارس، في كتير مدارس دخلت بس الام هي زي يعني هي الطاقه اللي بتطلعها على الطفل، فلو انا قلقانه طاقه القلق هتطلع على اطفالي. لو انا خايفه ان هم هيروحوا حد هيضايقهم في المدرسه هيضايقهم حد في المدرسه. لو انا على البلطجه دي اللي احنا بنتكلم عليها فالام هي اللي بتشع كل الطاقه لاولادها، القلق هيجيب قلق. لو انت واثقه من نفسك وعندك ثقه في اولادك هم هيجي لهم ثقه، فكل ما بركز انا على الاحساس اللي عندي هو اطفالي بيمتصوا هذا الاحساس. فاركز انا على نفسي كويس قوي وابقاش قلقانه وابقى متفائله وان شاء الله السنه دي هتبقى جميله جدا وان شاء الله هتبقى احلى سنه واحلى مدرسين. كل ما بدي الايجابيه دي للطفل نفسه بيروح شايف المدرسه هتبقى كويسه وشايف ان هي هتبقى احلى سنه وشايف ان هو يبقى عنده احسن صحاب، يعني كل الطاقه دي. فمثلا مش عايزه الام تحذر ابنها خلي بالك بقى لحسن حد يغلس عليك السنه دي ويعملوا فيك زي ما عملوا السنه اللي فاتت، عارف كل ده الطفل هيبقى داخل قلقان. فطبعا زي ما انت بتقولي ان الطاقه بتاعه الام هتتنقل لافكار وطاقه الاولاد نفسها. يمكن مقوله من المقولات اللي انا ذكرت طبعا فيلسوف العالمي واين داير اللي توفى الاسبوع اللي فات، قال حاجه انا قلتها برضو قبل كده، the way if you change the way you look at things the things will change، يعني الطريقه اللي انت هتبص عليها للحاجه لو هي اتغيرت الطريقه دي نظرتك للحاجه فالحاجه نفسها شكلها هيتغير. بالظبط كده، فمتهيالي ان هو ده ينطبق على نفس الموضوع اللي احنا بنتكلم عليه. بالظبط كده. وهننتقل لنقطه كمان تانية، الام لما تبقى بص على ابنها ابني متاخر شويه في التعليم او ابني مش شاطر في الحساب او ابني دايما بيبقى مش بيعرف يعمل الواجب، لو انا بدي النظره دي وشايف ابني كده هو هيبقى كده. لو انا داخله بالتفاؤل ومغيره نظرتي تجاه ابني ان هو السنه دي هيبقى واحد تاني خالص، السنه دي هيبقى حلو جدا، وهفضل اكني بقنع نفسي، فوانا بقنع نفسي وباكد على نفسي ابني بيلقط مني ان هو ان انا مقتنعه بيه، بيبتدي يقتنع بنفسه ويبتدي يعمل لي فعلا كده. فعلى المقوله بتاعت واين داير يعني لما نغير فكرنا على طول الدنيا بتختلف حوالينا.